السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان. أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج تكسير الذي يأتيكم سهرة كل يوم خميس. اليوم استثناء كان يوم السبت لأن ضيفينا أمير يحيى ويوسف بلامين كان عندهم مباراة صعبة يوم الجمعة البارحة، والتي للأسف كان نتيجة التعادل كانت هي نتيجة المباراة. تمنينا أن الفوز يكون من نصيبنا ويكون من نصيب العشي حتى يتصدر المجموعة، ولكن تمشي الرياح بما لا تشتهي السفن، وهذا راح يكون بدايتنا إن شاء الله وبداية تكسيرها معكم اليوم. يلا أنا وياكم نرحب بالمتألقين المبدعين صمام الأمان الفنان المبدع فنان هكا يوسف. مش حالك يوسف؟ لاباس والله الحمد لله. لاباس حوالك هاني أمورك؟ لاباس والله الحمد لله. لاباس سالك أمريك؟ لا والله الحمد لله الحمد لله. أيضا مع النجم المايسترو كما نقوله دائما في تعليقات المايسترو الساحر أمير يحيى. مش حالك أمير؟ نعم الحمد لله. أمورك هانية؟ لاباس مرتاح؟ بارك الله فيكم على الاستضافة. ربي خليك. ها لاباس سلكها في الحديثة سافا سلكها. الخجل عنوان ولا الحياء عنوان يوسف وعنوان أمير. كنت باش نجيب كل واحد منهم على حدة لكن أعطوني شرط، قالوا لي كمال إذا تحب ننجو فجيبنا مع بعضنا على الأقل نكملوا بعضنا. يا ريت إن شاء الله تكون قصرة معاهم هايلة. راني مستني من كل أنصار العشي أسئلتهم لأمير وليوسف، وإن شاء الله راح يفتحون قلوبهم يجاوبونا بكل أريحية. أمير وطمناش طابلة ياسر، خليك ستريس هذا عندونك أكثر من ماتش هكا أكثر. يلا يوسف الجمهور حاب يتعرف عليك أكثر، من هو يوسف بلامين؟ بلامين يوسف 25 سنة داخل 26 إن شاء الله ما بقى عليش ان شاء الله. شوف الجري تبان 50 سنه ان شاء الله. قلت لك 25 لاعب اتحاد سوفي ان شاء الله. منصب دفاع محوري؟ منصب دفاعي محوري. ما لعبتش قبل المهاجم؟ عندي احس عندك نزعه هجوميه من راسك. في الراس مين ذاك؟ السكن وين يوسف؟ الجزائر بالضبط دراريا. دراريا ما شاء الله خيار الناس خويا. امير وتسكيك ذا أكبر من يوسف؟ لا إله إلا الله. يوسف يبان أخوك الكبير يا شفتي. مستوى الدراسي في من يسأل مستوى الدراسي؟ بكالوريا. بكالوريا قلت أدب ولا علوم؟ علوم. المايسترو دائما تلقاه علمي ما شاء الله. يقدم الميكروفون قالوا قرب شوية وعلي صوتك. المخرج تاعنا سيد وسعيد. إذا نرحب بكل من التحق ببثنا الآن. بالطبع نشكر اللاعب أنور ميدون اللي كنا قبل قليل عنده في داره، عرضنا لاعبي الاتحاد الرياضي السوفي كامل اللي راهم بقوا هنا. أكيد في بعض اللاعبين راهم راحوا وراح يرجعوا إن شاء الله. كامل اللاعبين كانوا حاضرين معنا، راح نطلع لكم الصور إن شاء الله بعد الحلقة. يعطي الصحة أنور يا يوسف. نشكره. لما هايلة. لما هايلة وعشاء هايل. عشاء هايل شخشوخة والدجاج وال ها ما شاء الله. ما شاء الله. كلمة أنور يا أمير. شكرا وخوتي. ربي يخليك. اكثر واحد كلا فيهم امير والله غير كلا قاعد هو الاخير ياكل شخشوخه هايله. نعم يلا سيد تحيه لكل المتابعين. ابراهيم القصاص تحياتنا ليك. بارتو بارتو يقول سلام عليكم السلام. الاشهر محمد العيد. يوسف الشيريره وشراكم الحمد لله. نصر طورينو طلعونا الواد سوف المحترف الاول ان شاء الله يا ربي نور دير الزق خويا الكبير راه يشاهد فينا. تحياتنا ليك. مليك يا مليك عندي معك مجموعه من الاسئله راح نطرحها على يوسف امير خاصه بك. مليك الذي اضاع ضربه الجزاء البارحه ولكن دخوله كان مؤثر جدا وعاود احيا الفريق من جديد. يعطيك الصحه يا مليك ننتظر منك العوده بقوه. مليك لما تلاقيت معه البارح قال لي كلمت الوالده لين يضاع ضربه الجزاء قال لي قالت لي عادي ميسي ويضيع. تحياتنا المليك. ايضا خالد شليق المجتبع الوفي في الملعب. تحيه لانصار الاتحاد الرياضي السوفي راهم حاضرين بقوه البارح ساندوكم بقوه. يعطيهم الصحه. يعطيهم الصحه والله غير ديجا في الدخله فرحونا وحنا كي نشوفوهم ديجا اللي نزيدو نافونسيو. نعم يعطيهم الصحه. اللهم رسمنا والله صراحه جمهور الاتحاد الرياضي السوفي من ذهب يعطيهم الصحه ومشكورين. مستر صيف يلا ابدو انا بدينا. بالا حسين يشاهد. بالا حسين يا بالا حسين ارسل لي اسئله في الخاص يا بارح لانك اليوم راك صاحبي قال لي راح نبيعهم. قال لي راح نبيعهم بلا درهم يا خويا بيعهم. يديرهاش. صوت امير مش باين يقول مراد راح باء وبان ان شاء الله. خليفه دوقات السلام عليكم. وعليكم السلام. اكرم عطيه رومانسي وينو صوتك؟ قالك يا رومانسي وينو صوتك اكرم عطيه. مستر الرب يقول الامير يلعب ضربات جزاء وركلات الحره الجانبيه. ايضا عبد السلام يقول السلام عليكم. سيكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سعيد وش يقول؟ فاصل خفيف. يلا نديروا فاصل خفيف حتى نعدلوا الصوت نعاود نرجعوا لكم مشاهدينا الكرام. فاصل قصير جدا وعدوا لكم.
اي واحده واحده. يلا عبد الله لكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل القصير، كان عندنا مشكل تقني فقط في الصوت، الحمد لله طولت يقول خليفه. يلا هنرجعنا لكم. يلا نبدا معك يا يوسف، انا مع امير كما تحب. يلا معك انت، حسب رايك ما هو سبب تعثركم البارح امام جمعيه عين النيله؟ هو تعادل لكن بمثابه تعثر، كنا كامل نشوفوا ان المباراه لينا وراح نربح ان شاء الله ونكونوا في الرياضة، علاش خسرنا؟ ما احنا كنا نشوفوا بلي المباراه لينا كما كنتوا تشوفوا انتوما، مي ما دخلناش مليح، ما فهمت ولا لا كونسونطراسيون ولا ما دخلناش في الماتش، وكاع لي جوار ماشي واحد ولا زوج شغل، كاع مجموعه تاعنا كاع ما دخلناش مليح في الماتش. وين هضر معنا المدرب بن دريس اللي نشكره بالمناسبه، هضر معنا في ما بين الشوطين اي والله، دخلنا اونكيسينا عاودنا ولينا وجبنا بيناتي كنا قادرين نربحو. الله غالب، ربي ما كتبش، كيما يكتبش حاجه ما مش راح تمشي صح. البارح ايضا حتى في التعليقات يا امير الناس كانت تعلق، الناس اللي راهم يشاهدوا في المباراه حتى داخل الملعب وخارج الملعب حاسين كانه كاين حاجه، الجماعه كامل ما كانش، الفريق كامل ما مشاش، موالفين واحد اثنين ما يمشيش، البارح الناس كامل ما مشات، علاه وش هي السبب؟ والله احنا كان ماذا بينا نربحوا مباراه عاد خلينا نصعدوا في سلم الترتيب، لكن الصراحه كنا خارج الاطار، الفريق ما مشاش، ماشي كيما ماتش مثلا صول الغزلان ولا حمراء النابه كنا ملاح. يا خويا ان شاء الله نتداركوا لي ماتش جاي ان شاء الله، ومازال المشوار طويل وان شاء الله بربي. شوف في من قال، في من علق قال ممكن انه الدخول بغرور، تدخل الفريق تقول هذا والله نربح اليوم سهل عليا يتعبك، هل انا في فيه السبب هذا يكون صح؟ صح يقدر يكون، ما قاش الواحد نحطوا رجلينا في الارض ونخدموا خلاص ان شاء الله. نقول ان شاء الله عثره أيوة. كانت في وقتها حتى الفريق يتدارك ان شاء الله ويكمل يواصل المشوار. المسؤوليه عن من نحطها يا يوسف في لما مباراه كيما هذه تكون نقول نوعا ما سهله؟ ولو ان رضا بن دريس تكلمت معه بعد الماتش قال لي والله يا كمال حكيت مع اللاعبين ان مباراه صعبه، كنت حاطها في راسي انها صعبه جدا لانه مباراه ديربي تفوز عادي، لكن ماتش كيما هذا سهل يروح لك. صح صح، والله غير هضر معنا وقال لنا بلي ماتش صعيب، احنا ماشي احنا استهزينا، احنا ما دخلناش مباراه مليحه، فماشي زعما ما كانش سبا، احنا يا اللي ما دخلناش مليح. صح، ان شاء الله نعاودوا نترابيو ان شاء الله الماتش الجاي نخلفوها ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. امير في من سخصه في من سال علاش ما لعبتوش بالتشكيله اللي لعبتوا بها في الماتش اللي فات؟ الماتش اللي فات لعبتوا بنفس الاسماء لكن كاين شويه تغييرات من طرف المدرب، مثلا خلينا نقول لك حسين كان في الجناح، عادروش في الجناح، كان بعض التغييرات، هل ان المدرب يعني هذه وشي وجهه نظر عنده خاصه؟ يعني واش راه نقول لك، المدرب يعرف لي كاليتي تاعنا تاع الجوار وهو شغل اللي قرر وين يوظف الجوار هذا وين يكون مليح وين كل واحد وبوستيو شغل. صح، فهمت. في الحصه التدريبيه تبان لكم التشكيله الاساسيه اللي راح تلعب ولا ما تبانش حتى اي مباراه؟ كل مره كيفاش؟ كل مره كيف، دي فوا قبل المباراه دي فوا بعد المباراه. مليح. ايضا في سؤال مهم جدا، ما دام مليك هدف راه يشاهد فينا، ومليك هدف راه وعدنا انه راح يكون حاضر معنا في تكسيره ان شاء الله في القريب العاجل راح نجيبه لينا. مليك اللي دخل صراحه دار شويه تغييرات، يعني حرك شويه الجانب الهجومي، الله غالب جاته ضربه جزاء في الاخير ضيعها. من هو المسؤول عن تنفيذ ركلات الجزاء في الفريق رقم واحد؟ من هو المسؤول الاول عن تنفيذ ركلات الجزاء؟ في الفريق رقم واحد اللي دايرو المدرب داير حسين بالح. حسين بالح كان ما كانش في التيران، كان برا خرج. صح، خرج. خرج الدوزيام مالك. مالك ايوا. تروازيام انور. دوزيام دوزيام مالك. تيرا وين مالك ماشي مال فيراطي كيما انت على بالك بلي ماشي مال فيراطي. تيرا الله غالب بالك هو بدل الكوتي خت مال في تيري في الوسط بويسون يماركي. اشاك فوا تيري هكذاك يماركي. الله غالب كما يقولوا تقدرت بدل الكوتي مارك راطا حتى التوقيت تاعها كان صعب، واحد كان صعب 90 دقيقه و9 دقائق لاعبينها مول 90 دقيقه، مي الحمد لله نورمال كما قال ميسي وراطي نورمال عادي. ان شاء الله يعاود يخلف لنا الماتش الجاي جيو مارك ان شاء الله. ان شاء الله يا رب نقول ان شاء الله تكون كما قلت تعثر في وقته والحمد لله، حتى الخروب عدلت هي والتهمه والموك خسرت، يعني ان شاء الله عندنا امل اننا ان شاء الله في قادم المباريات راح نتالقوا ان شاء الله. باقينا 11 مباراه على نهايه الموسم، ما هي حظوظكم وهل تطمحون للصعود؟ بصراحه باينه بلي نطمحوا للصعود
مي كش صعود شغل ما يجيش بالهدراك فاهم ما يجيش ما عندنا احنا اللي جوار ولا ما عند المدرب وحده ولا لازم يجو قاع ما عندنا ما عند الجمهور ما عند البريزيدون ما عند الوالي ما عندك فاهمني صح شغل لازم يتعاونوا قايتك باش يطلعوا ايكيب تاعو تشوف فاهم تاع ولايه ان شاء الله كيما نقولوا يعاونوا يشوفوا الفريق هذا باسكو حد عندنا ايكيب ما شاء الله فاهم كما شفت انا شغل انا خاسرين دو ماتش ملي بدا العام انا خاسرين دو ماتش فاهم ان شاء الله كما يقولوا شوفوا الفريق هذا تاعهم والله قادرين نطلعوا ان شاء الله فاصيلمو برك ان شاء الله كما يقولوا يد وحده ما تصفق ان شاء الله قايتك مع بعضك مع بعضنا ان شاء الله امير 11 مباراه متبقيه نطلعوا نحافظوا على البقاء والله اش راه نقول لك كما قال يوسف احنا بربي ان شاء الله نجيروا ماتش بار ماتش نديروا اللي علينا اخويا ونتمنوا السلطه تجي تلبولينا خاطر رانا في كيما نقولوا ازمه ماديه كبيره مر بها الفريق نعم ايوا وحنا ماذا بينا الصعود اي جوار ولا اي اونترينير يحب يلعب الصعود ويحب يصعد بالفريق اللي يلعب فيه اخويا نتمنوا في اخر المطاف الصعود يكون لينا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله نقولوا هذا العام نشوفوا فريق سوفي في قسم الوطن في القسم الاول يا رب ان شاء الله اخوني فرحوا كامل السوافة باذن الله ان شاء الله خليني اذن هذا المنبر نعاود نذكر ونحيي خونا انور ميدون المهاجم المميز نشربوا تاي هنايا تاي تاعو هذا يلا هاو الله يعطيكم حق شاد الكاس تاعو الكاس تاعي هاو كاس هنايا هذا تاع الدار قلت شربت تاي امير نشرب مرة على مرة نشرب ما يسهركش لا لا عادي قهوة يوسف ولا تاي حتى انت اي الحمد لله قلت نعاود ان نشكر خويا انور ميدون المهاجم المميز للاتحاد الرياضي السوفي الذي جمعنا قبل قليل بعد المغرب يعني كان عندنا عشاء في بيتهم خو جلال عم سالم خاوته كامل كانوا حاضرين معنا بارك الله فيهم لموا الشمل جمعونا كامل دعوة اللي كنت حاضر معهم يعني بارك الله فيك خويا انور عشاء مميز جدا شخشوخة ولا أروع ربي يحفظك الميمة إن شاء الله أخوي أنور ويعطيك الصحة على هذه المبادرة أيضا حاب نوجه شكر كبير جدا إلى جمهور الاتحاد الرياضي السوفي اللي البارحة وقف معايا ورسل لي كامل في الماسنجر في الواتساب في الانستغرام تضامنا مع الأخ كمال زوق صار معي مشكل خفيف جدا خلينا نحكيه الآن على مباشر لأنه كثيرين كلموني وخافوا وقال كما صار له مشكل لا الحمد لله فقط صوت تفاهم كان لي مع الحكم الرابع محافظ اللقاء تكلمت معه قبل المباراة وسمح لي بالدخول إلى الملعب وعمل بث مباشر أنا في العادة كنت في ملعب الشط ندير البث المباشر من الملعب من فوق من المدرجات وهي أفضل لكن ملعب تكسبت للأسف الشديد لا يسمح بالبث المباشر من المدرجات بسبب البارداج اللي راهو عالي جدا تجي تبث تجي الكاميرا في المدرجات في البارداج يعني أمر سيء جدا وخدمة ربي يهدي اللي دارها حتى المناصرين راهو متعشين من البارداج اللي راهو كاين في الملعب قلت دخلت الملعب الحكم الرابع منذ بداية المباراة وهو لاهي بيها كل مرة يروح ويجيني بعد ولو أني مانيش مقرب حتى الملعب يعني وحاكم رسمي وكنت باحترام وقدر في آخر المباراة صرا سوء تفاهم بيني بينه ممكن مش عارف كان ردة فعلي عنه قوية شوي والله هو ردني شوي الكلام بعدها طلب من الرجال الأمن أنهم يخرجوني من الملعب وكانت بطريقة يعني فيها نوعا من القساوة حسيتها ضدي لكن الحمد لله سكت وفت لأنه كنت خايف على الفريق كنا خسرين يا يوسف ما حبيش نديروا فوضى اخرى في الملعب وخرجت عادي والامر فضل الحمد لله بالعالمين في الاخير اعتذارات منهم بارك الله فيهم يعطيهم الصحه امتعت شويه من شتم احد اعوان الامن ليا لاني كنت نادي في التعليق يا جمهورنا ماذا بينا الشتم لنا في الملاعب جاني شتم من احد اعوان الامن لكن بعد الحمد لله دركنا الامر وفات كل شيء تمام فمشكورين على رسائلكم وعلى دعمكم نعود نرجع يا سيدي عزيز المسا يقول مشكورين على ما قدمتموه للفريق من أحسن اللاعبين اللي فاتوا على الولاية بأكمله باللامين والمايسترو أمير عزيز المسا عزيز خويا من نعمة الناس ليش تهم في وجه خطير جدا قالوا لي حكاوا لي راح تالي كنا حكاوا لي نعم الناس اللي شفتهم في وقت نعم نقولوا تحياتنا خويا ونوجوا له تحياتنا ونشكروه بزاف نعم دبش محمد الطيب يقول رجال يعطيكم الصحه البروفيسور بالقاسم القصير تحيه للجميع شفت المقابله مع اتحاد عنابه مع حمراء عنابه في عنابه
وشفت المقابلة في تكسبت مع سور الغزلان وتابعت أمس من عنابة عبر قناة التحليل من عين مليلة. مانيش راضي على الأداء خاصة أمس بعد ما طمعنا في الريادة. المهم إلى الأمام وليس ببعيد السعود. من حقنا أن نحلم بالتوفيق. هيج يا حما هيج. ما زالت 11 المقابلة بحول الله السعود. البروفيسور بالقاسم القصير يعطي الصحة ويتابع فينا يتابع في الفريق. ايضا الناس البارح كاملت انا قلت اعلنت باني راح مش راح نزيد ندير البث في المباريات وهذا ان شاء الله وعد مني ما نزيدش ندير البث. اللهم اذا تحسن شويه الامور من داخل الملعب. في كثير من الناس حتى من فرنسا من بلجيكا يكلموا فينا على البث المباشر. في ناس تخدم في عين ميناس سوافه في البرما في عين ميناس في اليزي في الحاسي مسعود حابين يتبعوا الفريق يشاهدوا فيه من خلال البث المباشر. ولكن يجب 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 ان تعطى للاعلاميين حقوقهم في الملعب. يجب ان يكون هناك احترام من طرف كل من في الملعب من إدارة الملعب من رجال الأمن من إدارة فريق أن يحترم الإعلام ويعطى له حقه. لأني أنا ماذا بي نطلع الاستاد ونتفرج كما الناس وراني نصفق وفرحان ونحكم اللايف أنا شاد بورطابلي وتعبان الشمس والحرارة ولحقنا الشتم والسب وإحنا رانا نوقف في المباراة كله لأجل الجمهور لأجل الناس اللي تبع فينا. أنا تعبت يا يوسف. يوسف اكيد كل واحد منكم جات عروض من عده نوادي بدايه الموسم علاش اخترتوا الاتحاد الرياضي السوفي؟ والله اخترتوا شوف انا كلموني هنايا صح كان عندنا حسين على بالو كان عندنا سكاف خميس مليانه كان عندنا شويه عروض نعم. شويه عروض تما في الجزائر في الغرب هيا كي هضر معايا حسين وكان هشام مرابط ثاني تكلمني هضر معايا قال لي ارواح كاين هيك مليحه وكاين رئيس قال لي رئيس هذا قال لي ماشي كيما الرؤساء اللي شفتهم من قبل قال لي ارواح نتعاونوا ان شاء الله ونديروا هيك مليحه. تكلت على ربي شفت صحابي وتكلت على ربي وجيت. نعم امير من كلمك يا امير. والله انا كلمني خيرو عتوسي خيرو ايوه سكيك دي بعد تشطر بيا قال لي باش تسجل الفريق هذا وقدم له وجينا أول مرة وهاد الحوايج أنا نقول فيها ما مكاتب ما كل واحد أمير ما قلت الصحراء وكذا وأنا فاهم ولعب ديجا في الصحراء بني ثور صح في شباب بني ثور أيوة على فكرة وين لعب أمير في مسيرته الكروية نبدالك من نبدالي من صغرك يا سيدي من صغري أبرز النوادي فقط نبدالك ثمية من الكوكو حي 20 أوت ويدات سكيكدا ومن بعد لعب شي ما مرة سكيكدا هادي عاونتني بزاف ما مرة سكيكدا باش قدمت ومن بعد رحت لشباب بني طور 2020 ولعبت في الشباب سكيكدا العام الماضي والعام هذا اتحاد الرياضي السوفي. يوسف انا بديت التكوين كما يقولوا في اكاديمية لابوليس اللي تعرفوها ومن بعد رحت الحيدرة حاك حيدرة ومن بعدها رحت سي ار بي سبور سي ار بي بديت شوية سكيكدا ومن بعد رحت ليبيا لعبت في ليبيا هاد العام كتب ليبيا هاي والله هاد العام كتب المكتوب رانا في واتسوف الحمد لله رب العالمين الحمد لله. يلا نظن نروح مباشرة إلى كلام الناس يا سعيد ويا سيد كلام الناس بعض الأسئلة من طرف الجمهور وتجاوبوا عليها بعدها روح إلى كرسي الاعتراف. يلا كلام الناس يا سيد بن ناصر أعطوني بعض أسئلتكم يا مشاهدين الكرام في كلام الناس وأيضا في كرسي الاعتراف الأسئلة الصعبة. بن ناصر يقول تحياتي بالتوفيق للاتحاد الرياضي السوفي. سعيد يقول خليفة تحيا عين ميناس تحياتنا ليك بن ناصر العيد شكرا أخوي كمال صح عشاك أخوي ربي يحفظك. جيرارد عثمان أو جمال عفوا يقول هذا أحسن جيل للاتحاد الرياضي السوفي وأحسن فريق ممثل للولاية ولكن للأسف رجال أعمال والوالي لم يلتفوا حول الفريق. نور الهدى مون فخاغ لا فيريتي ديسكي كذا يعني فرنسي هذا هو صحيح هذه أختي آه إن شاء الله ربي يبارك فيها إن شاء الله. أحمد الدين لو تكون البث عبر الكاميرا الرقمية أيوه في المباراة إن شاء الله قريبا بإذن الله. عبد يضحك يوسف قرداش كبيرة ها عندك ما تقدرش بعد الماتش. ابو ابراهيم اعطيهم الصحه لجوالي للامام عنتر الغام قداش عمره امير امير قلنا قداش عمره 26 سنه قداش مواليد 1996 انت يوسف 97 عبد الكريم حاس روحك تشبه المارتينيلي ولا لا عن منهم هذا الربي وعلاه يا باللمين وعلاه محمد الطاهر عيادي هذا الطاهر عيادي دوك نحكيها لكم هذه هذه
واحد الماتش نسيت واش الماتش واقيل حمراء عنابه ولا فلاليه هادي انا ما كنتش نلعب كنت نسيت ولا كنت مبليسي واقيل ولا كنت باربعه صفوره ماتش ما تلعبش طلعت للتريبين ما كنتش لعب كنت مبليسي واقيل هاني مريح في التريبين مع لي سيبورتور قاعد نشوف في الماتش هكذا واحد لاكسيون غاده طبع الجوار نجيه السونتر هكذا قاسو طبعو طاح دار هذا دار فتحي لا نشكره بالمناسبة فتحي توح دار يا بلامين دلو يا بلامين علاه ولا قاعد قدامه قلت له فتحي يعني هنا دار لي يا دل اسمح لي نعم الراسل محمد الطاهر عيادي للاتحاد الرياضي السوفي ديما حاضر بقوة مشكور على دعمه وعلى تنظيمه في الملعب وعلى حسن التسييرة وعلى حسن قيادته للجماهير خليفة إن شاء الله نشوف الاتحاد في القسم الأول إن شاء الله بنصر العيد ونبيك المقرن الثلاثة الاتحاد السوفي 2023 ما فهمتش وراه الروفة بالعيد يقولكم عبد ناوي أحمد يلا كلام الناس خلنا نبدأ في أسئلتي كلام الناس يا سعيد قالوا لي أمير يحب الطرب والله ما أنت يوسف حب الطرب حما أمير تسمع جورج وصوفة أمير أوه قالك وش تسمع في الطرب لا وينو لا علاقة وش الغنية تسمع فيه وش تسمع ماش حاجة والله ماش حاجة في الأغنى أنا شيد والله ما نسمع بس غنية يتحبها ها غنية يتحبها أيوة كلام الناس بيناتكم يلا قول له وش تسمع أمير سمارة أغنيتك مفضلة وش يا قلبي شوف هاي دي بعد قلبي اللي اسمع فيها سمارة حظي يا جماعة سيد يونس عارفها أو السعيد تحبها في السمارة بس تقول كمرة الزوج ما عجبكش المول يا زيتها حش أنا مليح الله يبارك عندك صوت ما شاء الله الله صوت ما شاء الله يا ربي يحفظك نبدأ مع يوسف كلام الناس مع يوسف يلا توجهونا ليوسف يوسف كلام الناس يقول لك يلا أسئلتكم إلى يوسف يا مشاهدين الكرام نركزوا مع يوسف الآن وبعد أروحوا للأمير ركزوني مع يوسف يلا عبد القادر آخر تعليق عندي بيوضاء هكا يقول نورمال مو راكم معهم يقول المن لحد أصدقائه يلا الآن تعليقاتكم ولا رسائلكم الأخونا يوسف يوسف كلام الناس معايا أنا معك كلام الناس يقول لك بارساوي ولا ريالي بارسا صرت ألعب كي ريال مدريد أخويا عندي فاعش مالي أنت ريال مدريد ولا بارسا أنا تاني بارسا ريال مدريد عدلت 1-1 مع أتلتيك مدريد وش تقول أصار ريال مدريد وراي كلام الناس يا سعيد مانيش نسمع في كلام الناس كلام الناس وش تقول الأنصار ريال مدريد بعد تعادل اليوم مع أتلتيك مدريد ما عندي ما نقولهم نربحوا الماتش الجاي نهربوا بديب وقيل عليهم نعم عشان نقط العام هذا موسم صفر ريال مدريد إن شاء الله إن شاء الله اللهم آمين نبقى معك أفضل مدافع محوري لعبت معاه في مسيرتك يخلصها يجيك هشام كان يلعب معك مقبل يضربك ويجيك هشام هذا يضربك يجي هشام هذا هاي كحلة أفضل مدافع محوري لعبت معاه في مسيرتك كلام الناس وش نقوله يزاف ولا بقبل يزاف نقوله هشام مرابط هشام مرابط والله هشام مرابط تحياتنا ليه لأن يلعب معاه صفاء الخميس أيوه. يلا راح نجي لأسئلتكم نعم بدأت الأسئلة تهاطل عليك وربي يستر يا يوسف الأغنية المفضلة تحب تسمعها هاي يا سيدي سفارة أسمارة حتى أنت ولا سفارة ولا شو اسمه لا لا عندي واحد الأغنية تاع الياسمة تاع ولد البهجة ولد البهجة حابب نسمع فيها تحافظ لها مقطع ولا اثنينك قولي صوتك مليح قبل لا لا هذا اللي صوتهم مليح أمير هو والله هو أمير اللي صوتهم مليح أو شيء البداية تاعها وش تقول وليد البهجة أقدر أقول وليد البهجة ما بعتبر أمين اسمه موح ميلانو ولد البهجة ولد البهجة أيوة يلا أفضل عقد وقعته في عالم كرة القدم ماديا دراهم يا شيخ دراهم يا شيخ دراهم يا شيخ عقد ماديا ديرك شغل دخلتنا في الرسمي عقد مادي بالك في ليبيا في ليبيا نعم أسوأ عام لي كرويا عام وقيلة 2019 حيدرة ما لعبت لالي كامل باسكو ما كان كنت سينيت وما دخلونيش في السيت وصراو في حد لي بروبليم ما لعبت لالي ومن بعد روتر عاود وليت جميل يقول لك اصعب مقابل ابو ابراهيم اصعب مهاجم قابلته وتعبك في مسيرتك الكروية هذه خلينا نقول العام هذا اصعب مهاجم واجهته تو تشوف أم ماركي 10 تاع صور الغزلان ضايخ صاحبي تاع صور الغزلان
سول غزدوان لعب معنا المباراة اللي قبل الماتش. أيوة. ماركي 10 هذاك اللي ممتاز يعرف يلعب. هلا مدريد قالك عزيز المس عزيز المس لو مدريد يسوي يكرهك عن هذه كلمة اليوم. عبد القادر أحسن تجربة عشتها يا باللامين. أحسن تجربة عشتها. أحسن تجربة. في النوادي اللي لعبت لها. الشوية وين طلعت معهم. صعدنا كيف كيف. القسم الثاني. آه. القسم الثاني. آه. مراد قل له أحسن لاعب في الفريق برأيك. أحسن لاعب في فريق الاتحاد الرياضي السوفي الآن. أفضل لاعب. أفضل لاعب. أفضل لاعب. كين زوج أفضل لاعب. كين حسين و... أمير. وأمير. والله. يا. لأني شوفهم أنا. لا لا مش كيوم مقابل. علي بلا يقول لك عليه رطيت البالو في ماتش عين مليلة. هشوف هذا من أنصار الاتحاد الرياضي السوفي. علي هذا لاعب مميز جدا بلباسي اللي كان ضيفي في ستار كيدز متابع وفي جدا يقول نحب أمير ونحب حسين. أو قالك على شرطية الكرة في عين مليلة. حيدنا ليه؟ وين هادية؟ مش ماكسي. ماش اللي فات؟ ماش اللي فات؟ على شرطية الكرة في عين مليلة. في عين مليلة. ماتش عين مليلة. جميع عين مليلة البارح. على شرطة الكرة يوسف. بلك. مش ماكسي ومش ما لبلا شرطة الكرة. البيت. آه تاع البيت يخص بلك يخص تاع البيت يوسف. ديفوت جوز بينا جوز على وين ما تكونش مليح فاهم. ديما المدافع يتحمل كل شيء مسكين يدافع يدافع يدافع. منساو. نزيد ضربة. أيوة نساو باللي عبك باللي إحنا يا رانا. ميور ديفونس في الروتور انا لاعبين نقولوا خمسه لي ماتش موكيسين واحد هدف واحد الخروب شوف من الخروب من الخروب 0 0 شويه 2 0 حمراء عنابه 1 0 و سول غزلان واحد سول غزلان اي والله 1 0 وهذا الماتش 1 1 ماتش هذا اللي موكيسين فيه. يوسف هل تفكر في البقاء من الذهاب الى فريق اخر اخرجوا لنا شو جعانكم هذا اسمع مكتوب صديق مكتوب مكتوب ماذا بينا مكتوب والكاش والكاش يا أمير أبلاس غريب يقول له واش الحاجة اللي ما عجبتك شي فيه الواد سوف كلام الناس ما عجبني شد الفونتاب لهذا هذا الريح هذا ما كان سينو عجبني كلش كلش ممتاز الحمد لله. بالح دراهم ليبيا قاعد دهم. أنا عندي علم بقدرش هده في ليبيا ربي عينا إن شاء الله ربي إن شاء الله يعمر لك الكون تاعك يا يوسف ربي يهديه بالحادة دوش نقول علي بل بس بارح أم أمير يحيى الأكل اللي عجبتك فوت سوف يقول جيرارد جمال الأكل اللي عجبتك فوت سوف خبزة الملة هذيك والله والله خبزة الملة حليفة دوغاتي كن الريال ما تلعبش بالدور الأبطال ما فهمتش يا شخشوحة بل حسين شخشوحة شخشوحة قالك بل حسين شخشوحة التعميدون دوخاتو في الصحة أنور الله يقدنا اليوم بعرضها هيك الله أيمن نعيمي قالك الشخشوخة حارة ولا شوي شخشوخة مش حارة نص نص يونس عمار أكثر مبلغ هزتها في ليبيا يا لطيف هاي العروض هذا قح حسين أنا أنا أقول هذا قح حسين خليه معلش ما جابوش عليه هذا أخرج ناس عام وين راك حاب توصل وراح حاب يوصل قمر وين راك حاب توصل نوصلوا إن شاء الله يعني وش طموحاتك في كرة القدم يقصد طموحاتي إن شاء الله طموحاتي عندي دوكا مع اتحاد سوف إن شاء الله نوصلوا القسم الوطني الأول إلى كتب ربي إن شاء الله ومن بعد حاجة واحدة أخرى. محمد كنكاري آخر سؤال ليك ربي يحفظكم كاملين إن شاء الله السعود الاتحاد السوفي أبو إبراهيم جاوبني بصراحة عندكم الروح والثقة اللي تخلينا نحلموا بالسعود ونعولوا عليكم إن شاء الله إحنا عندنا الروح والثقة إن شاء الله يزيدوا يعاونونا تاع الولاية إن شاء الله يا رب لازم وقفة والي الولاية نرجو له النداء من هذا المنبر هذا الفريق رقم واحد الآن في الولاية في القسم الثاني أكثر وأفضل فرصة هذا العام والله ما عاد تجينا فرصة أخرى رجال الأعمال في الولاية لوجه الله وقفوا مع الفريق ما زلتنا 11 مباراة لو كانت تكون شوي دراهم والله نطلعوا بإذن الله مرتاحين وهذا مكسب الأولاد نوجينا خليكم عندنا فريق في واد سوف يلعب مع المولدية ومع الاتحاد العاصمة ومع شباب القبائل على واد سوف هذا الشيء فريق يا أخوي حركون البطاطا خلت تتحرك شوية والله هذاك واش حبينا علاش يوسف تتحرك علاش دائما شغل تاع كيما الثوره هم طلعوا الناسيونال والله ان شاء الله يا ربي دعنا لكل رجال الاعمال الغيورين على الولايه والسلطات المحليه لازم نوقفوا مع الفريق وعلى مع رئيس الفريق ومع اداره الفريق هذا واجبنا جميعا لازمنا جميعا نوقف مع الفريق هاي اللي جيتك يا امير يلا هقلب الصوره الامير عمل لك تاي امير يا مريقلة مريقلة يوسفك خلصتها في الصحة يا اخويا لك ربي يبارك لازم اشرب تاو كاسي يلا معاك مباشرة يا يلا اسئلتكم الامير الان امير امير وينك يا امير امير هاي بسم الله يا امير خاطب ولا متزوج الله اكبر هذا سؤال بالح مباشرة خاطب ولا متزوج عن قريب ان شاء الله الخطوبة
أه؟ عن قريب إن شاء الله الخطوبة فيها زردة تعرضنا ما تعرضناش إن شاء الله بينا عن قريب الخطوبة إن شاء الله إن شاء الله تطلع على هذا مع الاتحاد إن شاء الله يا ربي تروح مباشرة دير الخطوبة والخاتم وكذا إن شاء الله أنا نجي إن شاء الله نديلك حفلة على أغاني سفارة وسمارة من هو قدوتك في كرة القدم؟ كلاعب إنيستا الله كنت نستنى أندري إنيستا إنيستا تحيات لي شوف اللاعبين أنا كل لاعب عنده لمسة في الملعب حصة برشلوني جميل جدا أحسن تشكيلة تحب تلعب بها 4-3-3 ربعة ولا ثلاثة خمسة واحد نحب 4-4-2 4-4-2 جميل ما هو مستواك الدراسي قلنا بكالوريا أقل صوفية ما عجبتكش مش عجبتك عجبتني شوية الشواطة بعد وعرفت عليها ناكل ناكل وليت نكرهها زعفتها شواطة أخي ليلة المباراة بصراحة مع قده ترقل 5-6 كل مرة وكيف هذه فوا 12 دي فوا الوحدة دي فوا 20 هي والجو ايوه وكاين واحد يجي احساس هكا نهار المباريات ما يجيكش النوم ولا كاينه ولا عادي 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 الله الله عادي مش قضيه تما هالي تلعب ماتش كيما البارح مثلا عدلته رقدت عادي نورمال عادي العشاء تعشيت ما رقدت يا صراحه شويه ما كلابيتي ما عقبتش ها ميكا يوسف الله غير شويه ما رقدتش كي انا كي حوسين مريحين نقصروا ما صراحة كامل غضبتنا حبيبي لك معليش ايوه باش نقول لك عدت البارح عشيت ولا لا نرجع نروح ل قالك بريبش اسماعيل امير يحيى لاعب يستحق القسم الاول بصراحه مستواه عالي جميل اخرجونا نشوف عنكم قالك ما رايك في مودريتش لاعب كبير مودريتش اش انا اللي نحكيها ليه ولا حسش انا مش تاعي المدريد تحس تاع برشلونه مودريتش ايوه عنده يعني تحس لاعب برشلونه في روح برشلونه في ريال مدريد حمزه قدور جماعه الرياضه على بالي راه مستواليه حمزه قدور ديونغ اتحاد السوفي لامين صحراوي امير عاقل نقدروا نعرضوك تجي عندنا للدبيله لامين صحراوي قالك نقدر نعرضوك عندنا تجي للدبيله نجي ان شاء الله هكا زهرده اكله وكذا نجي ان شاء الله لازم نكون معاه هنا يوسف وهكا معنا شعيب خزازنا افضل عرض كروي جاكم مقبلتهش ماش ما قبلتوش جاني عرض قبل ما نجي هنا الاتحاد السوفي بمولودية البيض قلت لك ما كاتب مكتوب نعم حمزة قدور يقول شكون لاعب منضبط في الاتحاد السوفي افضل لاعب منضبط عندكم منضبط جدا عندك غادة منضبط يعني تدري التدريبات تكون حاضر هو الاول كذا حريص المباريات الحاج الأولى أيوة تحية الحاج الأولى تحية كبيرة جدا ليه اللاعب المميز روح الفريق أسامة أبو ليان يقول للأسف ضيعوا الماتش الأخير تاع عين مليلة ولكن هذه هي كرة قدم نتمنى يزيروا لي جوار شوية ما بقاش ياسر ودينا طلعة وتكتبوا أسماءكم بذهب داخل الولاية والله أمنيتنا نشوفوا العشاش في ناسيونال إن شاء الله يا رب إن شاء الله يوسف عاشور قداش تخلص مع العشاش يا لطيف سؤال صعيب شوي هذا يوسف خليه ربي يوسف حتى يخلصوا الساعة بعد يقول لنا نخلطهم بعد سهلة أبو إبراهيم أمير بصراحة وش النظرة نتاعك بتشكيلة الاتحاد وطموحك كلاعب للاتحاد وحلم الصعود لنا كأنصار وأنت كلاعب والله وش راح نقول لك احنا أمنيتنا نصعدوا إن شاء الله بالفريق للقسم الأول والله تشكيلة ما شاء الله يعني لعبت دلت سنين دك في الدرجة الثانية والله مير تشكيلة لعبت معها مير تشكيلة نعم والله فريق من ذهب الله بارح حسين تموت على الزردات يا أمير بارح حسين بارح كتب منشور هائل ومميز جدا يعطيه الصحة يعني قال عندنا مدرب ولا في الأحلام عندنا فريق ولا في الأحلام عندنا إيكيب هائلة عندنا رئيس فريق رائع عندنا إدارة ممتازة عندنا جمهور رائع عاونوا شيء الفريق خلي إن شاء الله يطمح ولا خلي يوصل إن شاء الله القسم الأول إن شاء الله يا رب أنا أشوفها إن شاء الله تكون هذا العام عام الصعود بإذن الله إن شاء الله نفرحك بل حسين مزدادات مايستر سيف وزيدان عنده روح ريال مدريد ولا برشلونة هذا سؤالك يا كمال زيدان لا يعلى عليه أكيد ريال مدريد فيها لاعبين ممتازين أولهم كريم بنزيما والله العظيم بفريق مهدي بالهادي يقول قالوا شباب قسنطينة عام الجاي
ما كان في ولاتي صالح ابدا. يونس عمري امير ياك اليسري كمان يا وكلنا زادت عن والكل كلها امير الله ما يكمل بالخبز. ياسين قروي اقوى رقم 6 في الاتحاد السوفي. فريد ماتش مع اتحاد الحراش وقتها كمان رزو ماتش مع اتحاد الحراش مازال ما فهمتكش يا فريد. افضل مدافع افضل مدافع لعبت جنبه مدافع او يحكي عن يوسف افضل مدافع لعبت جنبه سليم ابو خزنه قلنا هشام نعم. وائل عبد المقصود افضل مدرب دربت في يده يا امير افضل مدرب عندي رضا بندريس سبقته وخدمت معه ديجا في شباب بنيتور مدرب عاوني بزاف نعم هذا ما كان. سعيد قالك استهلا في ناصر حاج ساعد يلعب جنبك ان شاء الله. محمد لمين ناس نصيب ربي يحفظهم وبالتوفيق لهم في مشوارهم الرياضي وطلع عشية باذن الله. ابو انس غربي لاعب مش عادي بصراحه افضل من ياسر اللاعبين في المنتخب المحلي ان شاء الله. عندك طموح تلعب في المنتخب الوطني يوما ما يا امير؟ والله نقولوا ان شاء الله احنا نخدموا ولا كتبت بربي ان شاء الله. نعم. بل حسين يقول والله يلعب وين يحب ومتعه في كره القدم تربيه واخلاق. علاوي علاوي محمد لاعب ما شاء الله امير يحيى بالتوفيق وان شاء الله نشوفوك في صقر الجنوب في القسم الثاني. صقر الجنوب وين؟ وش يقصد صقر الجنوب؟ ان شاء الله نشوفوك في صقر الجنوب المقرن ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا رب كل التوفيق لي ولنبيك المقرن في الصعود ان شاء الله وتفرحنا العام الجاي. بالك كليت ملل مازال مازال عثمان محمد بشير علاه برك تهدر غير على ريال مدريد نحبوها ريال مدريد راهي هذيك اذا كان ما كانش ريال مدريد شكون راح نفسه يا خويا عثمان علي عليك محمد بشير ما تنرفاش خليك عادي لان ريال مدريد هو فريق ملكي وفريق يستحق كل الاحترام والتقدير فريق الجميع ومحبوب الجميع فاحنا نحبوا نفسه يا خويا لان فريق الغرب تعبنا يا خويا تعبنا. يلا روحوا الى فقره جن انور السوف بيات نكمل هذا التعليق الاخير. تحياتنا لكم جميعا بالتوفيق سادات الكتيبه الصوفيه اتمنى الطلعه هذا العام يعطيكم الصحه اخويا امير وبارح ويوسف والجميع بدون استثناء انور سوف. وش رايكم في اللاعب اسامه واغد في التشكيله؟ اسامه واغد لاعب الرديف اسامه واغد الله مدافع ما شاء الله اسامه نعم اسامه مميز جدا وخلوق ما شاء الله نعم وبنيه جسديه وقامه عاليه يساعد حتى في انسان عاقل. يلا يا سيدي ابو انس غريب يقول لي مباريات تغشش زايد مش موالف امير عندك عندك مده دخل انت اول عركه بديتها البارح واحد انت وش بيك يا امير اللي دخلت و... طبع فيه والله راني مطبع طبع طبع وانا نيفيتي فيه ويزيد يسبك. انا حسيت كان موصين عليك اللاعب كان لاصقك في الماتش كامل ايه ما يلا يا سيدي نروحوا الى عندك عندك ما تقول هكا حاضره عندك ما تقول ونطلع لكم صورتين ثلاثة نعلق عليها بعد نروح إلى كلام الناس. عثمان محمد البشير لازم غير باي حدانا باي حدانا رو الآن راقب الستاري لأن رو الريال معدلة 1-1 مع أتلتيكو مدريد إن شاء الله غدوة نربح حنايا تعود فارق 10 نقاط باي باي ريال مدريد الدوري الإسباني باي باي إن شاء الله عام الجاي أحلموا وانشطوا ودربوا وجيبوا كيب جديدة تنفعكم باقي المشوار. عندك ما تقول؟ يلا عندك ما تقول. اذا عوده لكم مشاهدينا الكرام في فقره عندك ما تقول راح تكون خفيفه جدا وبعدها نروح الى كرسي الاعتراف. كرسي الاعتراف راني متوكل معول على ربي ثم على رسائلكم وعلى اسئلتكم لضيفي الخجولين والله حوست في الكواليس لكن قليل ما لقيت لهم حاجه امير ربي يعاون ان شاء الله ويوسف ان شاء الله ربي يعين حتى هو. خايف امير الله خايف. يلا سيدي عندك ما تقول نبدا مع يوسف نبدا معك يا يوسف عندك ما تقول نطلع لك زوج صور يا يوسف وتعلق لي على كل صوره منهم. نروح الى الصوره الاولى اللي ظاهره الان في الشاشه هي صوره الوالد يا يوسف. وش يقول يوسف على الوالد؟ وش نقول هاو الوالد شوف صوره الوالد ايوه هو مع بنت خويا صغيره ما شاء الله. شحال عندك خو في الدار؟ عندي واحد وواحد ميت الله يرحمه الله يرحمه ان شاء الله.
هاي قلت لك الوالد واش قد ما نقولوا قليل شو اسم الوالد الوناس الوناس ما أيوة. شاء الله بالله مين الوناس ايوه ان شاء الله لو شاهد فينا الان عبر البث المباشر ان شاء الله واش تقول له سيدي واش نقولوا قليل خويا كامل والله غير ربي يحفظه ان شاء الله هو واقف ملي كنا فاهم ملي كنا صغار هو واقف وهو يتعب والله ربي يحفظه ان شاء الله انه يطول في عمره ان شاء الله ان شاء الله يا رب ونشكروا التحية ونشكروا الوالدة تاني باش ما تزعلش ان شاء الله اي والله يعطيها الصحة ان شاء الله ربي يحفظهم لك يا يوسف ربي يطول في عمرهم الوالد ما شاء الله ربي يبارك ربي يحفظك ان شاء الله مازال صغير ربي يبارك ومزين وه ربي يحفظك ان شاء الله يلا يا سيدي الصورة الثانية إلى يوسف يوسف شخص عزيز عليك ياسر راهو يشاركك الغرفة الآن حسين بالح حسين بالح شنو نقول لك هذاك كما يقولوا خويا ماشي دوكا شغل ما ولا صاحبي ولينا نباتوا كيف كيف ناكلوا كيف كيف فاهم تعرفتوا على بعضكم في الاتحاد الرياضي السوفي الاتحاد الرياضي السوفي وكما يقولوا شو من نعمه الناس وراجل اودي يدير لك لي جاست شغل ماشي تاع هضرك فهمني عندك يدير لي جاست ما تتحير قايتك انا جاب وقل بسبتو لي راني هنا في اتحاد سوفي خاطش عيط له لي سقسيتو واش كاين واش ما كان نشكروه ونتمنوا له التوفيق هو في حياته ان شاء الله نعطيك سر انا من اسرار حسين بالح اعطيني حسين بالح نهار اللي جابوا له يوسف باللامين قالوا له باش يكون معك في الشامبر شكون هذه انا بالك هذه ولا لا هذه قالها لي هو صراحه قال لي كيفاش شكون هذا لا ما قالها ليش ليا قال الهيشام قال له يدي شكون جابو هشام قال لي ودي كان يلعب مع اختي انا هشام رابط لعب معايا أيوة. فاهم بعدا قال لي ودي قال لي انت يا شغل انتيك ماشي كيما كنت داير في راسي انا ما نعرفكش قال لي صح هذا ما كان الحمد لله ربي يدوم العشره بيناتنا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله نوجه تحيه لحسين بالح اللاعب المميز جدا والمرح اخلاق عاليه جدا شوفوا الشيء المميز فيكم صراحه يا يوسف بدون مجامله في وجوهكم اخلاقكم عاليه الله يحفظك الحياه والخجل تشوفها في اللاعبين تاع الاتحاد الرياضي السوفي حتى في صفحاتهم في فيسبوك الكلام جميل تلقى كلام ديما يحطوا في الاحاديث النبويه الشريفه مواعظ كلام ولا اروع الصلاه في وقتها ممتازين يا اخويا ربي يوفقكم ان شاء الله ربي يعلم هذه احسن تربيه ربكم لها اهلاتكم ربي يكثر من امثالهم ان شاء الله يكثر من امثالكم ان شاء الله انا جيتك يا امير هاي اقلب لي الامير يا شيخ امير الصوره الاولى الامير تظهر في الشاشه الان امير 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 صوره الوالد صورة الوالد يا أمير هاو الوالد بسم الله الوالد جمال جمال اسمه جمال ما شاء الله قلت يمدح في باباي يقول لك جمال خويا صاحبي والله الله ما عنديش خويا أنا أنت الوحيد في الدار أنا الوحيد الله أكبر هو خويا صاحبي لعب كرة قدم قبل ما لعبش خطير خطير كرة القدم نهائيا نهائيا مشجعك في مشوارك تلعب كرة مشجعني في كلش في حياتي كاملة ابن الوحيد الله المدلل. مش قاسي عليه شوية انك تسافر في الكرة وتروح بينما انا طفل وحدي في الدار شوية صعيبة مي والفو داك سيبو عقب ديجا عام في بنيتور وعام هنا داوي والفو هذه كرة القدم هذه كرة القدم نعم الوالدة واش نقولوا لها يا خويا ربي يحفظهم في زوج ويطول لي في عمرهم ان شاء الله ونفرحهم ان شاء الله ان شاء الله تحيه لجمال جمال يحيى الشيخ جمال يحيى الغالي تحيه للوالده ايضا يا امير والى كل من يشاهدنا من سكيكده الغاليه من العاصمه ايضا دراري ما ننسوهاش خويا يوسف نروحوا الى الصوره الثانيه صوره اللاعب مش نقول اكون انت اليوم كليت اكثر منها يا امير اللاعب عملنا كلش لصيف حمزه ها حمزه شوف خويا هذا خويا والله الله خويا صغير 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 عليا قداش عمرها بنش كات يوي خوك صغير صح صغير خويا صغير وتعجبو نقولو خويا صغير بلاك هذا اكثر منك بلاك والله صغير وش راه نقول لك عليه راجل فحل والحال تما قلبو مليح يا خويا نتمنى له وزاد في مسيرته الكرويه يروح بعيد خاطر عنده امكانيات كبيره قادر يلعب في اي فريق بالقسم الاول ولا خارج الوطن والله حمزه حمزه بن سكيكده حمزه بن سكيكده لعبت معاه من قبل حمزه انا عارفه ما لعبش معاه من قبل
نعرفه قريب ليا بزاف. وتحومتك قريب ليا بعد ايوا نعم. تحياتنا لاخونا حمزه الوصيف لاعب مميز جدا وخلوق واكثر من رائع. واش بيه بالح خويا خوك الصغير عندك مشكل مع السين يا ايوا بصح حاجه مميزه فيك يا خويا علاش واحد يعود انيق وجميل اظن افضل اوسم لاعب عندك مشكون افضل لاعب اناق هو والله قل لي قول حسين بالح صدمه حسين بالح يقول في هذه نجتني البال عادي 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 قول له عاودها برك باش يسمعوا الجمهور لو يشوف لا واه يسمعوا حسين انا اسمي بالح بل عشرة صدام بل حرا وقال يستقصي يعطي بعض الكلمات بالسين قول له تسمسين تخليه يحل في روحه والله زيدا فيك النص يا أمير ما شاء الله عليك يعني جميل وأنيق ومميز وخلوق فربي يسعدك يا خويا. بارح أو سابة بارح قالك صاحبي لا شفت كيفاش الله ما يشرب بعد راه يتنمر عليك حسين حسين والله كنت في حسك كانوا يساعدوا فيك واحد ببعث عليك سؤال يحبوك يا خويا وصارك داخل فيهم الله. يلا نمشي معاكم في خلي روح كرسي الاحتراف يلا حاب نعطيكم بعض تعطوني والله خلوها في الفقره هذه يا سيد نذكر اللاعبين يعطوني عليهم بعض كل واحد يعطوه كلمه نبقى الفقره هذه يلا يلا كل واحد تعطوني عليه انتم لاعبين نبدا من حارس المرمى كل واحد تعطوني عليه كلمه والله صفه يتصف بها كاميني صفة ولا كلمة؟ صفة حاجة واحدة حاجة واحدة كاميني نقول الغول اه أمير يخرج من الصومبرة نوم ها ما يخرج ول ديما في الصومبرة يعرف غير الصومبرة كازامية هذا وشي تحية الكاميني كاميني انتشر عليه فيديو بقوة في شبكات التواصل الاجتماعي هو يبكي بعد المباراة تحية للمصور كان يونس عماري كان هو اللي صوره صراحة فيديو ولا أروع حس روحه أنه أخطأ في المباراة الماضية بأنه أخذ بطاقة حمراء في وقت صعب جدا عاد يبكي قبل ضربة الجزاء يعني هذا هو لاعب كرة قدم تحسه صح بحرقة ولما الإنسان يعترف بالخطأ تاعه فهذا هكا يكون ردة فعله يلا روحوا للدفاع هشام وش اسمه هشام اللي يلعب معك الآن لقبة سين الحارس هشام معلونة مهدي صواني مهدي بن سكيدة مهدي الرائع مميز مهدي خويا ما شاء الله الغول مهدي كنا نتقهوى كيف ملي قلنا له تخلص علينا القهوه ما عادش باين في القهوه هذاك مهدي ما شاء الله كما يقول شنو نقولوا عليه ما شاء الله كاميني الغول هو اكثر من الغول والله ها امير خويا الكبير خويا اخلاق عاليه جدا اخلاق نعم الناس انسان طيب جدا الله نعم الناس الصبح يجي القهوه يتقهوى خويا ما شاء الله عليها انسان طيب كون جاو كل كيف والبلاد بخير والله ما شاء الله عليه نعم يلا روح لخط الدفاع هشام هلاونا هشام هلاونا هشام هلاونا نقولوا فنان فنان خبرة اكرم عطية مشاغب اكرم مهبول اسامة ماذا بتكلم اسامة شنو نقول لك اسامة ويزيد يرفد قلت لي ماتش الاولين باينه دوكا يعاون بصح نعم. يعاون ان شاء الله عليك ان شاء الله أسامة عاقل ربي يوفقه ان شاء الله نعم عاقل زيد روديغير عبد السميع عبد السميع كاسبيسيال حاجه خلاف كاع حاجه خاصه عبد السميع هو اللي درنا لومبيونس فونطينمون هو اللي دار فلي ماتش فاهم قبل ما ندخلوا من داك تكون بستراس هو من داك تشوفو يتنحر ستراس فاهم حاجه المليحه في ليكيب هو نعم الله خلق جو هاي في الفريق ربي يحفظه روديغر عبد السميع نعم منو يلا روح الخط الوسط ناصر حارس ناصر ناس ملاح يعرف يلعب ناصر لاعب الله يبارك عليه ثقيل رضين ايوه راه صغر سنه ايوه رضين نعم حمزه اخوه ندخل البارح وكان هو المسجل هدف والله غير فرحت له انا حمزه كي سجل ان شاء الله كما يقولوا يزيد يخدم نتمنى له كل خير هذاك اللاعب كما يقول حمزه والله لعب ما شاء الله الله يعني كلمه حق توخا لعب ما شاء الله وان شاء الله يا ربي يوفقه في المسيره تاعه الكرويه ان شاء الله كل مكان ان شاء الله اساسيه ان شاء الله يا ربي ان شاء الله والله يستاهل والله يستاهل يستاهل حمزه الله يستاهل دابا ندريس يلا تهلانا في حمزه على المباشر هذه نقولوها لك ان شاء الله حمزه يستاهل كل الخير ان شاء الله يتمنى نشوفه في باقي المباريات
اكيد المدرب هو ادرى بالتشكيله اللي يحطها، لكن ايضا الجمهور ديما يكون له راي، واكيد المدرب هو اللي عنده الراي الاول والاخير. ان شاء الله نشوفوا حمزه في باقي المباريات. يلا نروحوا للاولى مادام ذكرنا حارس نصر حارس ساعد وذكرنا حمزه. الاولى الخبره بكبير لاعب، يعني اش راح نقول لك، نقادروه. شفت البارح كل لاعب يخرج يتحظى. ايوا نقادروه الحاج ما شاء الله عليه. يلا يا سيدي الحاج ساعد الاولى من زيد ذكروني في الفريق الروج. يلا اسلام كاميرا واوا كاميرا الروج روج بوبزي وكاميرا واوا. قالوا لي اول كلمه تعرف بها على الفريق كاميرا واوا. دخل ديرك دخل في الجروب ما تحسوش قبل اللي زعما كانوا لاعب جديد معاك، ما تحسوش باللي لاعب جديد ولا فاهم. دخل ديرك دخل في الجروب ولا معانا ولا قريب لينا بزاف. صح كعبه نادره الروز. الروز هاي لا كعبه نادره. وين يسكن الروز؟ مال مفيق سنطينة. سنطينة الروز. يلا حسين بالح. حسين بالح كابيتان. كابيتان حسين بالح امير. واش رانا قد ما نوصفوه ما نوصفوش العشرات يعني. قول صح. العشرات يعني هذاك. القائد والكابتن حسين. زيد انور ميدون. هيا انور زيدوا له شويه عرضنا زودوا له شويه لازم عرضنا تختوخه قال بزاف فضل الشخشوخه قال غدوه نروحوا نفطروا بها انا نجوك ان شاء الله. خلاص غدوه نجو انور. واش نقولوا لانور؟ انور الله يبارك كما يقولوا عنده بنيه الله يبارك جسديه الله يبارك، وين كاين بزاف دي ماتش هو جابهم لنا فهو عاوننا. ان شاء الله نتمنى له كل خير يزيد يخدم خاطر النيفو تاعو ماشي تاع ناسيونال دو ان شاء الله يزيد ان شاء الله. ان شاء الله امير الدبابه الله يبارك الدبابه. الدبابه يعاونك الله. يلا لازم تمركيني يا انور، لازم ان شاء الله باقي مباريات ال11 كل مباراه توعدنا بهدف اثنين تمركيه في كل مباراه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله زيدوني. يلا يلا باسه 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 باسه. مرفت واحد في التعليق قال لي علاش تقول له باسه اعطيه باسمه، قلت له اسمه مكتوب باسه في التريه. سهيل باسه. سهيل باسه اي والله باسه ما شاء الله تاني كما يقولوا ويخدم مازالو جان ويمد اكثر ما سيرتو لي ماتش الاولين مد اكثر من اللي كنا نتخايلو. صحيح ان شاء الله ربي يوفقه تاني. انا نقول ان شاء الله تستعيد مستواك وتعاود الفريق اكثر لانه ممتاز في الراسيات. ان شاء الله لاعب ممتاز والله نشوف فيه انا يعني الاعوام القادمه ان شاء الله في المنتخب الوطني ان شاء الله. الله لاعب ما شاء الله يستاهل كل خير. بس سهيل مازال صغير في العمر ويقدم في مستوى مميز جدا خصوصا المباريات الاولى، المباريات الاخيره لازم يحسب روحه شوي ويعاود يرجع لمستواه حتى يعاون الفريق. يلا زدوني في حمزه الوصيف. حمزه الوصيف حمزه كرم. حمزه رائع كما نقولوا. نعم حمزه مشاغب رايه بني. معي في الشومبرا راهي يهبني والله. الله مشاغب حمزه بن عاقل. حمزه هو مشاغب والله مشاغب عاقل حمزه. يلا من نسينا من اللاعبين زيد نسينا ياسين المهاجم دخل وكان هو مالك. مالك مالك هذا مالك مالك كيما مالك مشاغب. مشاغب بصح وشنو كاينه حاجه شكي يدخل يزيد البلوس كيما شفتوا انتم يزيد دخلت كانت مالغري مالغري راطا بيناتي بصح يزيد البلوس. صح فهم دخل زاد مالك مجنون بصح لاعب كبير والله. يعني كي نشوفو في بلاصتو في الترجي ولا فين بالله في الترجي ماشي نورمال والله ماشي نورمال. يلعب مالك الله. الحارس البارح الثاني بعد كاميني الحارس الثاني كم حارس بلاصه كاميني. رمزي 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 انا نلعب وعقلي فيه قاعد نقول له رمزي ولا امير. رمزي بوبجي بوبجي يلعب بوبجي ياسر يوم كامل هو بوبجي. يوم كامل هو بوبجي في حكم حارس مرمى ولا هكاك ومهاجم الطراز العالي. نعم والله البارح فانا خير قلنا راح يدخل ممكن يعاون انور ويديروا حاجه والله مهاجم كبير والله البطاقه الحمراء. البطاقه الحمراء هذيك شغل خلطت علينا يعني شويه ما الحمد لله. بلح قالك يعلق قالك رمزي رمضي صح يا بلح. اكرم عطيه تويتي يا امير عيب عليك. ايه تويتي اكرم وش يقصد بها تويتي؟ ايمن خديم. ايمن خديم نعم خويا هذاك زاد خويا الصغير لعب معي في شباب بني طور. ايوه ايوه لعب معي زميل سابق. ايوه ايمن 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 خديم ايمن راهو بيتر تاع ليزيسبوار
او كل ماتش ماركي 3 انا شحال مختار نقولو ان شاء الله تزيد تخدم باش كي تطلع معنا تزيد دير واش راك دير. نعم. ان شاء الله ان شاء الله سيدي كل التوفيق. نسينا حتى لاعب اخر؟ ما نسينا نسينا شويه في بعض اللاعبين. روفا غادا يلا روفا رجع للفريق ممتاز جدا. هذا خبر صار جدا اكدوه اليوم روفا ولا عبد الروف بالعيد راهو عاد الى الفريق بدا التحضيرات معاهم بدا التدريبات ان شاء الله راح يكون حاضر في المباراه القادمه باذن الله. كان عن روفا وانا حابين غادة تاني ان شاء الله حتى غادة وكان حاضر معنا قبل شوي في سحقوا قال لي جوا. نعم والله عودة ان شاء الله عودة غادة وعودة عبد الروف ضرورية جدا الان الفريق الرأسية تودي في الفريق. نعم. قوة لازم الفريق لازم يعدوا له هذا نداءنا الغادة عبد الروف الحمد لله وعاد مساء الغادة لازم ترجع يا غادة كان حاضر معنا في العشاء يعني روح عالية جدا الفريق كامل تحضنا يحبوه حبينا في الفريق وكامل متمنين يرجع الفريق وش نقولوا لعبد الروف وغادة رد غادة خلا عبد الرؤوف ولا مدى بينا غادة يولي باش يعاون ان شاء الله محاربين والله محاربين والله لازم ترجعوا يا غادة ويا عبد الرؤوف هذا نداءنا كامل نداء كامل الأنصار يونس بن حسين ياسين بن عمار أولادنا ياسين سمحنا ياسين ياسين بن عمارة بيدري أه؟ بيدري بيدري نعم والله فنان والله والله برصاوي هو والله ما ظريان يروح فنان ياسين رائع ياسين الله يفنن ياسين مستواه عالي جدا وقادر يتطور اكثر ومازال عنده مستقبل مستواه مستواه غير يطلع ما شاء الله الله يبارك يلا يا سيدي نروحوا الى كرسي الاعتراف هكا يلا نروحوا الى كرسي الاعتراف والفقره الاهم اسئلتكم الان ليوسف والى امير عودة لكم مشاهدينا الكرام مع الفقرة الأهم في برنامجنا كرسي الاعتراف كرسي الاعتراف يا لطيف بصراحة أتمنى من كل من يشاهدنا يعطي سؤال لضيفية أمير ويوسف يجاوبونا بكل صراحة أنا عندي ثلاثة أسئلة لكل لاعب ولا أربعة والله زيد شوية موسيقى يا سعيد يكفيه أيوة نبدا مع يوسف ولا نبدا مع امير يوسف امير يوسف امير يوسف امير نبدا باليمين يلا سيدي وصار وصلنا باليمين شي مشكل حط الصوره عن امير عند امير عند يوسف يلا اتمنى من الجميع اسئلتهم ليوسف الان راح ركزوا الان على يوسف بعدها روحوا الامير يلا يوسف شوف يوسف الصوره انا وياك فقط ايوا خلينا بينتنا كرسي الاحتراف يوسف تعودنا على الصراحة بيان سير الصراحة التامة تام ربي بيناتنا ايش هاك خوفتني على بالي قلعتني عاش قلت لكم غير رضا بن دريس يخوف عطيني رضا بن دريس قلعتني السؤال الأول يقول تسمع السؤال تأخذ راحة تاع 10 ثواني تخمم مليح تركز وتجاوب يا درو يا درو يا درو السؤال الأول يقول ما هو سبب مغادرتك فريق شباب الجبل في ليبيا لماذا
يوسف باللمين غادر فريق شباب الجبل رغم أنه كان العرض الأفضل ماليا، حتى أن في من أصحابك اللي علق وقتها قال خلاص أراه شاف الغناء يوسف والحمد لله كان عقده ممتاز وراح احترف في دولة أخرى وراح يلعب مليح ومن الفريق هذا راح يروح الفريق آخر، لكن 6 أشهر فقط يوسف باللمين يعود إلى العاصمة، ما هو السبب؟ الكلام دار كثيرا حول هذا الموضوع، فيما قال المدرب طردك، فيما قال لم يقتنع بمستواك، كل واحد قال كلمة، فقلنا أنت السبب الحقيقي لمغادرتك شباب الجبل في ليبيا. كل صراحة يا يوسف احنا نوجه لهم تحية. نعم الكيب هذه كان نحبهم وهم يحبوني شباب الجبل سيرتو لي سيبورتور تاعهم مشجعين ورئيس النادي المدرب قاع يحبوني وانا نحبهم. وين جات شباب الجبل هذه؟ جاي في شو اسمها البلاصه تقريبا بنغازي. بنغازي تقريبا قريب البنغازي. اي شوف انا شباب الجبل كنت حنريح معاهم، كنت حنزيد فاهمني، كنت حنزيد كش نقول لك عيطوا لي خرج لي بيدروشاش تاع لارمي الناس الناس كل واحد وساو يقول اني شو قلت لك خرج لي بيدروشاش تاع لارمي لازم نقلي لارمي باش نقدر نعاود نخرج على برا. ايوا فهمني دخلت لهنا باينه كي تدخل ما تقدرش تريقليها بالخف. ديجا دوك نحكي لكم كيف صرالي كي كنا بيتين في طول شويه جايين السؤال اي والله قلت لك على بيها سينو جيت حنا نكمل معاهم دوك مازالهم يعيطوا لي. وفي الميركاتو هدايا في تاشتا هدرت مع البريزيدون يعني خت عيطوا لي قالوا لي تجي وكيما هم يقولوا مبالغ ماليه ما كاش منها هديه كمان ليبيا شغل ماشي زعما حاجه دراهم ولا نورمال برك ليكيب هادي في الممتاز شغل مليحه تلعب مع الاهلي الليبي مع ايكيب مليحه فهمني الحمد لله وين رحت وفقني ربي مشات لي تما وقحبوني الحمد لله. السبب فقط سبب خدمة وطنية هذا ما كان خدمة وطنية اللي عاود رجعتني لهنا الحمد لله راني في ايكيب ما شاء الله طوك. قد تعود الى شباب الجبل الله ما العام الماضي كل عام القادم عفوا كل شيء بالمكتوب الله ما نقدر نعرف قداش نعرف هكذا. المستوى اللي في القسم الأول في ليبيا كيف تقارنه بمستوى القسم الثاني في الجزائر اللي تلعب فيه الآن؟ خير شوية من المستوى صراحة. خير مستوى تاع ليبيا الممتاز خير شوية المستوى هذا الثاني أيوة صعب شوية على اللاعبين محترفين كان يصرف الدول الليبي كاين كاين يجيبوا من البرازيل يجيبوا كاين مشاكل ماليه حتى هما كاين مكان كاين مشاكل ماليه كاين بصح انت كي تكون جوار ايطونجي شغل ما يبجلوك شويه على فيما يقول لك بعض الكلمات اللي حفظتها في ليبيا في بعض الكلمات اللي حفظتها في ليبيا انت ود العاصمه وانا وعلى بالي لا ما نقولش على يا اخو قدام لا هضر نورمال فاهمينك هضرتك فاهمينها في ليبيا نفهمهم يفهموني هضرتهم باينه توالف برك كيما حوش انتم حوش هنا تقولوا منزل حوش اي والله حوش نورمال جديات اي والله هضرتهم سهله كيما الواد تشوف تقريبا كيف كيف اي نفس لونغاج. يلا سيدي السؤال الثاني يقول لماذا تم اخذك من طرف الدرك الوطني ليلة مباراة سور الغزلان من فندق رويال بالبويلة؟ لازم تحكي لي أو يضحك شوف أو يضحك احكي لي بالتفصيل كيفاش هذا السؤال أعطاه لك حسين بالحة ما الذي حدث في فندق رويال بالبويلة ليلة مباراة سور الغزلان بالتفصيل؟ هاي سيدي بسم الله هدية كنا بيتين في شمبراء أطروة أنت حسين وهشام رابط هشام رابط بيتين أطروة قاعدين الساعة وقيلة 12 ونص تاع الليل غدوة عندنا ماتش رايحين نرقدوا سور الغزلة عيط لي سكريتر تاع ليكيب عيط لي في تليفون رمزي نحيوه بالمناسبة
قال لي روح قال لي تسيني واحد الورقة لا بوليس راهم يحتاجوك لتحت. قلت له شي سحقود واش راني داير انا فاهم. قلت له اني جاي هبط هكذاك بشورت لبست برك فيستا وهبط. كيفاش قال لي ودي لارمي وانا كان على بالي بصحة شغل ما كنتش داير باللي كتبت في الاوتيل جولي كي فاهم هي صح كي تطلع الفيشي جولي. ايا كنا بيتين جو دوني قلت له اه داكور. رحت معهم دوني لي جوندارم بتل تمو فهمني بتل تمو غدوة من داك ماتش مرقت صح مرقت قاعد هكذا كيما انا مريحين هنا يعني قاعد تمو هكذا اني مريح قاعد نحاول التليفون انا ديك هي اللي غاضتني ما خلي لي التليفون معليش راك فاهم ممكن ما اتصلت بحتى شخص ما عطوكش اتصل بحتى شخص. لا اتصلت ما حبيتش نقول للدار باش ما يتقلقوش فما قلت حتى واحد في الدار ولا تما من كلمت صاحبي او كلمت شوف عطوني قالوا لي هاك كلم بنادم باش تقول له وراني وكذا شي خبر دار حيت الحوسين بالح كان هو يسمى رابط دايرين بارلير. شوف انا غير الفدولي بداو يضحكوا بديت نضحك قال لي راه هنا التليفون ما تعيطش قسم بالله شوف كنت انا غير قال لي راه التليفون ما تعيطش خلاص روح قال لي روح ادخل ايوا بعدا كلم لا بريزيك هما عيطوا البريزيدون عيطوا الاخر فما انا عيطت لصحابي تاني في الجزائر قلت لهم البريزيدون بعد الصباح تلقوني على 10 تاع الصباح هما دخلوا ماتش عزوج ولا ثلاثة ماتش عزوج ولا ثلاثة زوج بارد روح زوج لعبت ما لعبتش هاي ليك دوك نقول لك وحنا جبنا شحال 19 جوار تسمى انا كي رحتي نحيني من دي زويت فهمني وانا واش ندير قاعد غير نخمم فيها نخمم باش نلعب واش درت انا غير خلاص غير قال لي باش دوك شوية تخرج قلت له ما دوك شوية نخرج عطيني التليفون نعيط برك اينيتي كانني خارج عطاني اينيتي عيط لحوسين قلت له حوسين قلت له بالك ينحيني اونترينور من 18 راني خارج زو كانيجا بعد رحت وكيما كان الحال لعبت وين درت ماتش مليح والحمد لله درنا 0-0 تما معاهم في الصور الحمد لله هذا ما سلكت سلامات ان شاء الله مازال هادي ان شاء الله. السؤال الثالث يقول هذا سهل شويه احسن تشكيله لعبت معها في مسيرتك الكرويه من حارس المرمى للمهاجم احسن تشكيله لعبت معها بصراحه كاين بزاف يزعفوا مسي دوكا هي صافي ربي سهل عليك باش الاعتراف اليوم شنو نقول لك حارس المرمى ليبيا شباب الجبل شباب الوزداد لعبت معهم يوم انا ما سكيك دا وتسوف اش بدي كامل شباب الشويه احنا نسيو نجبدوا غير اللي راهم معانا ومن بعد سالي باين نبدا حارس المرمى مهدي سواني دفاع من معاك دفاع هشام علاونا وهشام رابط هشام علاونا وهشام رابط تلعب ثلاثة تلعب ايه ثلاثة ثلاثة ها كما كان يلعب بندريس ثاني ثلاثة ايوه قدامهم ثلاثة قدامهم حسين بالح امير و سعد تجار ثاني لعبت معه من سعد تجار شارف لعبت معه ثلاثة مازال واحد اخر مازال واحد دافع هجوم سفيان ليمان سفيان ليمان وين لعبت معاه هذا يلعب هذا لعبت معاه درنا اكسيسيون كيف طلعنا مع الشاويه هذا لعب في اتحاد الحراش امل الاربعاء والفوق كاين مرزوقي اللي لعب معايا في سكيك دو خير الدين مرزوقي وكاين انيس غالي وكاين شحال لحقنا لوصيف ومالك للزوج لوصيف ومالك جميل يلا خلينا نشوف كش معك عندك سؤال من طرف المشاهدين يوسف هل فكرت في ترك الفريق بسبب الضائقة المالية صراحة يقول لك لازار عاطف محمد هل فكرت في كاين واحد الوقت قلت خلاص يزيني من الفريق وبش نروح لا ما قلت أبدا جميل حسين فتح الله أروح احنا رانا نلعبوا على جال الجمهور باش يكونوا على بالهم برك باسكو دوك الجمهور ما على بالوش بلي احنا انا خدمين 7 شهور ورانا خالصين 2 موا راك فاهمني صح تما احنا يا دوكا مادامنا رانا هنا على جالهم نضال الدين يقول لك من هو احسن لاعب في واتسوف
احسن من هو احسن لاعب سوفي لعبت معاهم هنايا من اللاعبين الصواف اللي معاكم في الفريق من هو احسن لاعب سوفي في رايك؟ كان غاده وانور غاده انور لو كان بين غاده وانور لانه كل واحد في منصب لكن بين غاده وانور انا قدامي غاده دوي محمد بغض النظر للصعود والبقاء هل تفكرون في مغادرة الاتحاد الرياضي السوفي في نهايه الموسم طلعوا ولا هبطوا كل شيء بالمكتوب قلت لك احنا ما دابينا لا 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 دوكا احنا خدامين بصح ما تنساش بلي انا خدامين 7 شهور انا خلصين دوموك فهمني دومو هذيك راح تنا ترونسبور منا كي نكونوا هابطين في الدار ونعاودوا نولوا فاهم ان شاء الله تحسن امور الفريق ان شاء الله ان شاء الله حسين افضل فريق لعبت لحد الان افضل فريق قلنا او قالها في الفقره الاولى الشويه هكا yeah. افضل فريق لعبت لحد الان yeah. كم راتبك الحالي عبد القادر ضيوف ربي يقول لك بخليك يخلصوا من بعد هسه خلينا نخلصوا عاود يجيبكم كامل كرسي الاعتراف وقولوا لي كل واحد قد اخلص اي والله خلينا نخلصوا بالك قال قولوا كي نجي نلعب معاك علاش تشتري عليا علاش تشتري عليا يوقفوا زوج لي جوار منك فاهمني في وسط في الوسط وهو يجيني في وسطهم وبلي يجي نمدها فور باش تجوز ايوا فهمني ويجي قدامك اي والله هزلة عبد الفتاح قول له كمان حياتك راحت ما لعبش بجنبك ما لعبش معايا ايك وشوف لعب بك هنا يلا سيدي روح الكورس الاحتراف يا مازال ممكن عندك شويه سؤال وسؤال اثنين بعد ما نكملوا الامير ان شاء الله اقلب الامير يا سيد اميرك مستعد ان شاء الله يا رب ان شاء الله اصبح خايف يروح امير من كورس الاحتراف اجيب الخير يلا كما سلك يا يوسف سلكوها ان شاء الله يلا الان قلبوا لي الوجهه الى امير امير سلك اول سؤال شربت الماء امير تاي خلنا نشرب تاي أمير وضعني تليفون أمير مستعد؟ إن شاء الله بسم الله تسمع السؤال تعدنا بالصراحة بعينه صراحة إن شاء الله صراحة إن شاء الله يا أمير يقال يا لطيف من يقال هذا السؤال قلت لك أنا راني خوفك به مش أقولها لك عندك سؤال أنت فقط محر شوية راح نعرض عليك نهبط الصوت إذا كان قبلت ما قبلتش مش مشكل عادي نسامحك أو بالي حسين سقساها أعطيه صح ما كاين واحد سقساها كيستيون شاب صارح مليح يلا يقال بأن الاتحاد الرياضي أعطاك كل مستحقاتك المالية يعني أنت من بين اللاعبين القلال اللي راهم حكموا ولا استلموا أموالهم هل هذا صحيح أم لا شوف الآن يدور بين الأنصار وبينكم كلاعبين هناك كلام في الخفاء في الكواليس أنا لوصني ما قلوش من لاعب من مناصر وفيه جدا الفريق قال لي كمال عندنا حديث بأن اللاعب أمير أراه مرتاح مريح مش قلق لأنه اللاعب تقريبا الوحيد ولا اللاعب الثاني لسلم كل أمواله في الفريق كل صراحة هل استلمت عادي ما فيهاش عيب إذا كان سلمت قال سلمت إذا ما استلمت قال ما استلمت هل استلمت على الأقل نستلف من عندك هل استلمت كل مستحقاتك المالية أم لا والله يا خاطئ ما كانش منها خلاص أنا كيما قال لك يوسف أنا 7 شهور خادمين قريب 7 شهور راني مدي شهرين دو موا كي في كل لاعبين نقصين بالله ما زايد فرنك نقول لك الحديث جاني أنا بصراحة قالوا لي حسين بالح وأمير حاكمين درهم البقية ما زال ولو كيما يقولوا لو نحلف لك ب بربي اقسم بالله من فوق دو موا مدينا 7 شهور خادمين مدين شهرين كيما انا كيما اللاعبين فقط والله فكرت تغادر الفريق امير صراحه والله مش غادر الفريق مش نغادر الفريق قبل حتى نقول ما نقولش الان ما فكرتش في المرحلة توقفتوا فيها يغادروا فيها مجموعة من اللاعبين هل فكر أمير في المغادرة صراحة في مناقرك بالبقاء نقول لك فكرت بالمغادرة مي كما أقول لك كل واحد وظروفه جوار زاد خدام على روحه ها صح عنده ظروف عائلية عنده ظروف ثم لازم يخلص كي تكون 7 شهور تخلص شهرين مشكل كبير في امل ان شاء الله مع المباريات القادمه
ان شاء الله السقم ان شاء الله. احنا صابرين احنا كما يقولوا على وجه الجمهور والرئيس زاد كما يقولوا رانا دايرين في الثقه كامله وهو زاد مش باخل علينا ان شاء الله يشوفوا معنا الثلوطات هادو ولا خاطر والله احنا ان شاء الله خير يا اخويا ان شاء الله يا هذا اللي دارنا نعاود للسلطات المحليه رجال الاعمال لازم نوقف مع الفريق حتى اللاعبين ياخذوا مستحقاتهم ولما لا نطلعوا ان شاء الله القسم الاول ان شاء الله. السؤال الثاني يقول امير كل صراحه يا امير راح ندير لك مشكل في الفريق ايوا يعطي لك او يعطي لك بندريس بندريس يعطيك الحريه في اختيار اسم اللاعب الذي يلعب بجنبك بجانبك بندريس الكوتش يقول لك تعال يا امير عندك الحريه في المباراه تاع اليوم نقول المباراه القادمه مش اللاعب اثنين لاعبك انت ومعك لاعب اخر بجنبك يقول لك من تختار او انت من تختار شوف يوزع القمصان كامله هاك يا يوسف هاك يا فلان هاك يا هشام تشكيله كامله تشكيله كامله يعطيهم يخلي فقط بلاصه واحده حذاك يقول لك امير يا ودي انت هاك روح هات لك الزوتينيات تاعك قميصك وقميص لاعب اخر ويخلي لي خلي ليك الخيار يوقف حذاك عبد الرؤوف بالعيد حذاك ناصر حاج ساعد حذاك حمزه حاج ساعد وحذاك اسلام سياب الروج من بكل صراحه وهذه راح ندير لك مشكل لكن ان شاء الله كامل رام الله غالب هذه كرسي الاحتراف كل واحد وجهه ورايه في اللعب في اختيار من يشاء بيلعب جنبه يلا ربي خلينا ندير مشكل في الاتحاد الرياضي السوفي مشكل كبير هذا من هو اللاعب الذي ترمي له القميص قول له هاك يا صاحبي راك باش تلعب معايا اليوم هل هو عبد الرؤوف بالعيد ام ناصر حاج ساعد ام حمزه حاج ساعد ام اسلام من هو اللاعب الذي سيختاره امير صعيبه امير يا امير شوف نبداو بصراحه يا امير هما والله اربع لاعبين ما شاء الله نعم وكل واحد فما نقطه احنا ولتقنا فيهم هما اللاعبين نهضر على اللاعبين تقنع فيهم هما هاي الكاميرا تاعك وقنعنا احنا خويا هاي وكل واحد عنده نقطه القوه تاعو شويه مادام نخير واحد يا لطيف يا حليلك عبد الرؤوف انا نقول لك شوف عبد الرؤوف يضربك اذا ما اخترت ناصر حاج ساعد يلعب حداك ماشي يعطيك الكره ناصر ديما حمزه خلاص ينساك اسلام الروج ياك يقول لك كاميرا واو تجي تهضر معاه يقول لك كاميرا واو من سيختار امير عاونوه 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 يا جمهورنا اك فرحان يوسف يوسف قال لك فرحان نمر كبيت عندي سؤال بعد الله صعيب صعيب والله على بعد صعيب هاي اختار واحد يلا عارف شوف تتخيل موقفين قدامك هكا كامل في ستير واقفين عبد الرؤوف قال لك هكا ما شاء الله البنيه الجسديه ناصر حاطي يديه هنايا حمزه قصيره تحقر الناصر حمزه و اسلام شوف روفا وناصر نحيهم خاطر لعبش معاهم ديجا اها نحيهم لعبش معاهم ديجا صح لعبش معاهم قدام مباراه تسمى ما نخليهم يبقى حمزه والروج حمزه والروج يعني الله في زوج انا خيرهم في زوج قداش واحد قال واحد بين حمزه وبين اسلام من طريقة لعبة ممكن تخرج عليك أكثر وتعطينا السبب به بالك تعطينا سبب يكون مقنع لينا وللجمهور في رأيك حسب رأيك والله فيش زوج يساعدوني عندهم واحد كيما نقولوا كاليتي تاعهم محسوب كيما أنا بعد نحطوا البالو في الأرض نلعبوا تمريرات قصيرة حمزة يحب يروح قدام حمزة يروح يحب يروح قدام شوية أنت من أنت حطيت تمشي قدام أنا نحب الرياح والله والله نحب نتخلى في الوراء من تختار يلا الروج ولا حمزه يلا حمزه ولا الروج الروج تعشى معنا روطاري اه والله الروج دادا الله يبارك سما مجا روطار وسما نتفاهموا انا وياه بين حمزه والروج صعيبه يلا واحد منهم الله صعيبه يلا حمزة فيك استناو يلا يلا الجمهور ينتظر تخير الروج تخير الروج اذا الروج اسلام ساي السؤال الثالث يقول هذا سؤال رابع خليها لك الامل خيار لك تقوله ولا لا
المعلوم أنك لعبت مع بني ثور بقيادة بندريس، واليوم أنت مع الاتحاد بقيادة بندريس، وكلاهما في القسم الثاني، أيهما أفضل بصراحة، بني ثور ولا الاتحاد الرياضي السوفي؟ أنا هو ارتاح فيه أكثر وحس مستوى اللعب أقوى. أمير، الاتحاد أم بني ثور؟ والله يعني صراحة والصراحة راحة. والله يا بني ثور زادا كانت عندنا تشكيلة مليحة، كنت أساسي مع ذات الشيخ بندريس، ما مش هو اللي كان أونطري ذا الأول، تعاوننا بزاف ثم ألف تشكيلة مليحة. شي والاتحاد تشكيلة الاتحاد السوفي هي المليحة، هي الأقوى، هي الأقوى. نعم قالك بلح ثايبة، مهدي بالهادي، حمزة أكيد، حاج ساعد، ناصر حاج ساعد، قول له كل ماتش نخير واحد، قالك عاون يعني فيك أحمد لمين صحراوي أمير لاعب كبير أكيد عبد الرؤوف، قول له نختار يوسف صخري، هذا ذكي جدا حاج علي. حسني فتح الله سقسيه كمان على اللاعب المفضل عنده وقدوته، من قدوتك في أنيستا؟ قال أنيستا في البداية أنيستا. على ببوري يقول سؤال، ما كان شعوره عندما لعب ضد فريق السابق شبيب تسكيك ده، شو كان شعورك؟ والله وش راح نقول لك، شعور مؤلم شغل والله. تشوف الحالة اللي وصلت ليها شبيب تسكيك ده، فريق عريق ثم بلاصته في القسم الأول، يعني حالة وصل ليها يعني تراكم مشاكل كبيرة وديون صح، لكن كما نقولوا يبقى فريق كبير وإن شاء الله تتقم أحواله إن شاء الله يا ربي. نعم، هل أنت سعيد بلقب مارتينيلي اللي يقولك محمد محمود الجماهير تطلق عليك مارتينيلي؟ عرفش تكون مارتينيلي تبعوش أرسنال أرسنال وليلعب في الأرجنتين مارتينيلي غابرييل، أعطيك الصحة يوسف. أنا عارفه ما يلعبش في الأرجنتين، برازيل. برازيل أيوه شبه ليا. يقولوا هك اكرم عطيه واش تقول السيد اللي قال عليك رومانسي؟ اكرم عطيه واش بيه اكرم هذا عليك؟ هاي بلح واللي قال عليا رومانسي. رومانسي علاش رومانسي؟ سقسي شوف على ذكر الرومانسي عندي سؤال ليك، لكن هبط لي الصوت يا سعيد، اسمعنا حتى واحد، اسمع فينا حتى واحد الخيار يقول السؤال ولا لا. أسألك من صديقك حسين بالح يقول أنا أدرى بهذا الجواب ولك الحق، قال لي جواب أخي بكل أريحية، من هو أكثر شخص تتصل به في الهاتف؟ يقول لك أمير أكثر حاجة في حياته تليفون، ميحبش تليفون، إحنا نتعشوا تليفون، إحنا راقدين يكلم، كي كنا جايين ليكم جايين الحصة يكلم، يكلم ذوق في الحصة قبل ما إحنا طلعنا فاصل كلم. من هو أكثر شخص يتصل بك في الهاتف؟ أكثر شخص يا ودي أكثر شخص معك في الهاتف، كنا نشوف الموبيليس نروح نكلمهم يقول لك هذا أكثر شخص اتصل بي في الهاتف ولا جيزي ولا النجمة، هاي بصراحة صراحة راح صراحة إيش راح نقول كلام الناس إنسان إن شاء الله يعني نخطبها. الله أكبر إن شاء الله. أوه هذا احتراف يا يوسف على سنة الله ورسوله إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. اتفقت مختص إن شاء الله؟ إن شاء الله قريبا قريبا إن شاء الله، الوالدين موافقين، الوالد جمال، إن شاء الله الوالدة إن شاء الله قريبا إن شاء الله، حبيبك إن شاء الله بربي إن شاء الله. تطرق الباب باينة كما طرقت باب الهاتف، تطرق الباب الدار يا أخويا. أخويا ربي يصلح الحال إن شاء الله، إن شاء الله يبارك فيك وربي يرزقك ذرية صالحة إن شاء الله يا رب، نشوفك إن شاء الله في القريب عريس يا رب إن شاء الله. آخر سؤال ليك، تشكيلتك الأفضل اللي لعبت معها كما قلنا ليوسف، من الحارس نبداو؟ يلا من الحارس، بسم الله حارس المرمى مادام هو هضر على مهدي صواني، ما مهدي صواني احنا ما نخلوه مهدي، خلوه مهدي، مهدي يلا. حارس كبير سموا التاريخ اللي هضر عليه صح، عشان عنده الله يبارك سبع مرات ويصعد بالفرق صعود شغل، عندي شان نهضر فيها نخير الحارس بالنسبه لي افضل حارس لعبت معاه، نقدر حتى نقول لك افضل حارس في سكيك دا ولا في الجزائر، احسن نشم
من هو؟ أحسن نشم. أحسن نشم. هذا سكيك ديال. لعبت مع فيما مرة سكيك ده. نعم. الدفاع. دفاع. متشكلات يعني عادية. عادي. لعب معك في مسيرتك كاملة. قادر تجيب من ليثور، قادر تجيب من العشاش، تجيب من سكيك ده، تجيب كيف تحب. حط باللامين. باللامين. هذا المحارب هذا منه الله والو والله ما تذكروش والله في العاط في البالون والله ما عندي عاطفة جميل. الله جميل جماعة برشلونة كلها كذا والله ما عندي عاطفة نهضر قد قد فلان بي بي عندهم أفضل حاجة في المدافع في العالم حط باليمين ها حتى مع هشام مرابط هشام مرابط جناح أيسر جناح أيمن غادة غادة بن نجارة أيوه صحيح حط. أنت قلت أفضل لاعب في فريق الواد غادة أنا الله يبارك مش راح تخلي المشاكل انت هم الله يبارك ابناء واسو في كل يلعبوا البالو مليح صح يلا نعفوك بالسؤال هذا بس انا نقول غاده زاده غاده نعم مدافع ايمن مدافع ايمن نحط عبد السميع عبد السميع دفاع وسط الميدان نحطش نفسي حط روحك حط روحك انا يلعب جنبي افضل وسط ميدان في سكيك ده من محمد السعدي لاعب نجم بني وربان جميل لعب سابق لما مرة سكيك ده قدامهم 3-2 10 10 10 يعني بالح حسين اسمه كيفاش قولوا يكمل اسمه كاع او قال حسين حسين بالح صدام بالح صدام المشكل في صدام حسين بالح صدام 10 المشكل في الصاد صار ما يفسين حسين ذكرها مليك ونحط اونجا اونجا نصيف نصيف حمزة وال حمزه هذا كوره معرفه والله انا هضر لك قلت لك عنده الامكانيات نقول لك انا العام هذا بالك ما خدتش الفرصه بالك ما كانش صح والله والله عنده امكانيات كبيره حمزه بالتوفيق والله يا حمزه روح ونحط معه بين الغول مالك 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 قالي مهاجم حط كمال في راس كمال الزوج هذا العمى كمال في راس في راس عمى في شباب نيطور ايوه جميل حط تشكيله مدرب مدرب حط رضا بن دريس غاب ما نخافش الله والو رضا بن دريس رضا بن دريس كيف كيف جميل نقرا شويه تعليقات بارح صدام حسين قال بارح حسين الله يحفظك مثل عليه في اليوم عبد العالي بالضبط بارح حسين راهو يشجع ريال مدريد وتعادل اليوم يعطيه الصحه بكل روح رياضية لو قابل بأنهم خسروا الدوري أنور الصوف بيات الراجل القريب يخطب خلوه يتزوج ربي يزوجه ويصلح حاله أخوي أمير بارح قال لك والله غير نجيك لسكيك ده ونفرح معك خويا إن شاء الله يا ربي إن شاء الله هذه قاوية أمير والله ينصرف بيك قال لك حسين السناقرية سؤال محرج لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم نوم بدري أمير مهدي بالحاب الهادي ثخث ثخص قال لك بالرب محمد الطيب أكثر ثخث هذه قدام ثيخ في البيس بارح حسين حسن السنقرية قال لا ايوه هذه قصة قالها بالي حسين قال كان يكلم في الأستاذ ربي يحفظها ان شاء الله السيدة المدام في المستقبل قال لك في الكار وحاجاته قال لك امير كلمها قالها الو قالها راني قدام وش قالها وش قالها يوسف اني قدام مدرب ها اني قدام مدرب من هو رضا بن دريس هذا بالي حتى فضايح قال لي مبيحهم اليوم ايش قلت لي في سؤال آخر نعم صورة تطلع يلا طلعوا صورة يلا نعم في صورة أخيرة إن شاء الله نختم بها الحلقة هي اللي لما بين اللاعبين في دار أنور ميدون اللي عرضنا جميعا في داره اليوم يعطيه الصحة أخوي أنور ميدون تلاقينا بخوه المهاجم المميز جلال وما أدراك جلال ميدون اللاعب الأكثر من رائع جدا أيضا الوالد سالم العم كل خاوته كل أحبابه ناسه رحبوا بينا شكرهم جميعا شكرهم ان شاء الله ربي يعطيهم الصحه يعطيهم الصحه بارك الله فيهم والله لم الجويره خرج مشي من جو تاع المباراه اللي فاتت خرجنا. ان شاء الله هذه يستعيدوا قوتهم ان شاء الله ونربحوا الماتش الجاي معاه ان شاء الله مع الكاب باتنا مع الكاب وقتاش تروحوا للكاب يوم الخميس يوم الخميس ان شاء الله ماتش الجمعه والسبت نربحوا زعما ان شاء الله ان شاء الله نروحوا بكل قوه ان شاء الله والله ان شاء الله كلمه لنا ادريس في الاخير قالوها كوتش هذا سفيان مدرب حراس سفيان اسمه لازم يا ودي سفيان والله العظيم عنده واحد الجرينتا تشوفه يعطيك واحد الحماس كلمه اخيره شوف هما يشجعونا هما عبالك يعطونا واحد الاندفاع قبل ما يبدا قبل ما تبدا الماتش شغل ماشي نورمال سيرتو ما بين لي ميطون هاد الخطره ما بين لي ميطون جالينا حكمنا وش بيكم كونسونطريو فاهم
والله غير ساعدنا بزاف وشغل شنو نقول لك هو في التيرا مدرب وبرا شغل كأخ كأب كفهمني الحمد لله لقينا راحتنا مع احنا تاني وخدمته وما قريت وشغل ما كاش لو يعاونه ما كاش وحده شغل باش يعرفه وحده او يخدم وحده شي لو اللي انا نديرو فيه هذا واللي هو يخدمنا فيه قاع ويدير وحده او يعاون فيه شيخ صوفيان اللي نحيوه بالمناسبة اللي هو تاني او يدير فيه عمل جبار امير واش تقول بندريس والله يعني قبل ما نقول عليه ما مدرب يعني راه خونا الكبير نحترمه ونقدروه انا خدمت مع عامين شباب نيطور والاتحاد الصوفي تما عاوني بزاف بالتعليمات تاعو والملاحظات والنصائح اللي قدم لي فادني بزاف شغل باش وصلت هكا يعني المستوى لاباس به نقدم لهم تحياتنا ان شاء الله ومام الكوتش سفيان نقول لهم بلي نتوما خاوتنا وان شاء الله يا ربي يكون الصوت من حالفنا ان شاء الله ان شاء الله يلا نعرض الصوره الان الصوره الان تظهر امامنا هذه الصوره في دار خونا انور ميدون اللي عرضنا على الشيخ شوخه يعطيه الصحه يلا نعاودوا كلمه الانور مع هذه الصوره يا يوسف نشكره والعائله الكريمه كاع ان شاء الله ربي يحفظهم ان شاء الله وشكرا شكرا لك يا انور خونا امير يا خويا ربي يحفظهم مبارك الله فيهم وربي يعطيهم الخير ان شاء الله وندير تحيه بركه يلا هاي الصوره المميزه جدا شوف الصوره هذه تاعنا مع انور صوره اكثر من رائعه لمة الاحباب والاصحاب بيعطيكم الصحه والله هايلين هاونا الروج يقول كاميرا واوا كاميرا واوا هاي الروج ندير تحيه لخالي خالك خوالي كامل ماشي بالاخص خالي فواد يعني اللي كان نقدر نقول عليه الاب الثاني تاعي اللي من روحي يروح معاه يعاوني في بزاف حوايج ربي يحفظ ويحفظ العائله تاعو ولادو كامل ان شاء الله تحيه للوالد الوالده خوتي والعائله وجداتي زاد اللي ديما تدعي لي ربي يحفظها ان شاء الله ان شاء الله يا ربي اش راه نقول لك هذا ما كان التليفون نسيته التليفون حكينا عليه بتاعي وخلاص حكينا عليه التليفون يلا يوسف كلمه اخيره كيف تحيه للعائله كامل خويا بابا يما كاع العائله وتحيه ثاني اللي نسيناه صخري يوسف آه. ايه الرئيس فهمني ان شاء الله مدى بينا يعاونوه انسان عاقل والله انسان غالي الغالي والله ان شاء الله يعاونوه ان شاء الله يعاونوه يدير كلش يوم ماهوش باخل علينا بحتى شيء ماهوش باخل بصح الله ماهوش باخل ما يقدرش وحده لازم يعاونوه وحده ما يقدرش نقول لكم دوكا ماناش نلعبوا على المانتيا باسكو رانا ضمننا المانتيا 35 نقطه سي بون ضمنت المانتيا راك فاهم تما دوك صعود صعود لازم يعاونوه ان شاء الله يعطيكم الصحة ان شاء الله خاطبتي ولا متزوجت؟ انا خاطب يا قول تحية المخطوبة يا تحية يا اخويا عادي اخويا مد مشارك في تكسيرها رانا قصارة تحية ثاني اسمح لي يوسف حمودي ثاني اللي قال لي دير لي تحية نعم تحية أخيرة أختي الصغيرة أختي الصغيرة أخويا ربي يحفظكم جميعا إن شاء الله تحية لأهلاتكم كامل تحية لكل من شاهدنا تحية لأنصار الاتحاد الرياضي السوفي إن شاء الله ابن اختي كينان زيد العائله كامل يا خير بركه تحيه للعائله كامل وتحيه لكل احبابكم واصحابكم تحيه لكل من شاهدنا عبر هذا البث المباشر تحيه للعرض التقنيه الاخراج سيد بيا يعطيك الصحه سعيد المميز سعيد بقاص الاكثر من رائع المسؤول عن الهندسه الصوتيه اليوم يونس عماري المعد البرنامج اليوم هو كان عد الاعداد ونقل كل شيء يعطيكم الصحه جميعا مشكورين على تكسيره اليوم نلتقي ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله في تكسيرة ولا أربع سلام